اسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غالين. يا هلا ومسهلا بالزوار مشتركينا جدد ومنورين قناتكم. اليوم عندنا تغطيه سريعه لصاله الصبر كار. تعرفونهم انتم الصبر ما شاء الله، غنيين عن التعريف ما شاء الله تبارك الله. هذه الصاله الجديده حقتهم اللي وين؟ على طريق خريص. هنا عشان تعرف الموقع بحط لكم اللوكيشن، تذكرون جي اي سي اللي موجوده على طريق خريص، هذه هم بعده على طول. متوفر عندهم، والحلو بالموضوع تعال خلونا نشوف مع بعض. صراحة عجبتني تصميم الصالة والإضاءات ما شاء الله تبارك الله. الحلو بالموضوع أول شيء نشوف هالمزيون، شوف ما شاء الله تبارك الله، رينج روفر 22 فئة فريست إديشن اللي يجي 8 سلندر، قوة 530 حصان والعزم 750 نيوتن والتسارع من 0 إلى 100 في 4.6. خلونا ندخل، أباخذ لكم بشكل سريع. ليش؟ لأني قد صورت لكم وجربناه بسان فرانسيسكو الذهبي وكل الفئات، كل شيء فصلت لكم، بس بأخذ لكم بشكل سريع. قبل أن أخذ الرنج اللي يميز الصالة، أول ما تدخل الجهة اللي على اليمين تعتبر السيارات المعروفة، اللكسس، الفورد التورس، بعض السيارات الصينية، تويوتا الامريكي، بعض الشركات والسيارات الاقتصاديه سواء بالسعر او بالبنزين. هنا وش راح يكون عندنا؟ هنا راح يكون قسم السيارات الفارهه من فيراري، لامبورغيني، الجوست، جميع واغلب انواع السيارات الفارهه. بس قبل لا نروح هنا خلونا نستعرض لكم الرنج بشكل سريع. تغيرات ذكرت لكم، كل شيء ذكرت لكم، لكن عجبني الجنط فريست اديشن بالشكل الجنط هذا يختلف، مقاس 23. الدايم الالوان الغامقه راح يعطونك انت اذا تختار الاجمل راح يكون باللون الفضي او اللون الفاتح. انوار الاي دي المعروفه عدستين والرنج عندك يطول العمر. كثير من المتابعين وبندر ايش رايك باللون؟ انا اشوف جميع الالوان خاصه الغامقه صراحه ابداع من الرنج. اوريكم الشكل الخلفي، هذا اوروبي طبعا المعلومية. هذا المفتاح، شوفوا شو شوفوا الاشارة، قصرت لكم الاضاءة، يا عيني على الفخامة. بوريكم الصف الثاني، هذا يجي مراتب ما تقدر تقول هذه مو مفصولة، شبه مفصولة، لان المفصولة راح تكون في قاعدة هنا ما راح تتحرك، تكون قاعدة ثابتة زي الاسفي اللي صورت لكم. هذه لا، هذه تقدر انت تنزله وبنفس الوقت تقدر ترجعه ورا وتصير ثلاث مقاعد. سقف البانوراما جاي بلون بيج، والتحكم الخلفي اللي تقدر انت تفتح سقف البانوراما، وهنا عندك حق حامل الاكواب بوريكم، هذا هو تقدر عاد انت تبي اذا بتسكره بالشكل هذا، كهرب التحكم الخلفي. طبعا تقدر تتحكم بعض الاشياء، المراتب والمراتب وبعض الاشياء الموجوده هنا، عندك ستاره وتقدر تتحكم بالمرتبه، وهذه التكايه اللي بالنص تقدر تحط مساحات تخزين وبعض الاشياء. عندنا هنا شاشات خلفية، سماعة مريديان بالفئة الأعلى راح تكون 34 سماعة. هنا الشاشة جاية بحجم تقريبا 10 إنش، وهذه جهة الطبلون والداخلية جاية باللون الأسود، والتحكم المكيف الخلفي هنا. أوريكم جهة السواق بشكل سريع، ما شاء الله تبارك الله، في ناس يحبون الألوان هذه. اعطونا رايكم. هنا راح يكون اسم الفئه اللي هو فريست اديشن. هذه الداخليه نطفي الموتر، هنا نطفي الموتر او شيء. الشاشه الثيمه تقدر تغير الثيمات الموجوده، الشاشه هنا وسطيه مقاس 13 نقول بسم الله. هذه كل الاشياء هذه شرحت لكم وجربناه، تقريبا مشينا حوالي فوق 200 كيلو. تذكرون الشباب اللي شافوا التغطية جربنا قبل اسبوع بسان فرانسيسكو، كاميرات والاشياء الثانية هذه كلها
عارفينه ما يحتاج. التخشيب شوف التخشيب جاي بلون مغمق هنا لون رمادي فاتح. حامل اكواب مساحه تخزين تحت ويو اس بي باقي الاشياء. وهنا بعد مخارج تايب سي. بس خلونا نقفل الموتور. ما شاء الله تبارك الله. تعالوا الحين خلونا شرط سلسلية طبعا كل الاشياء هذه عارفين. تعالوا الحين خلونا نشوف باقي السيارات. ناخذ لكم لفة سريعة. الفيراري اللي قلت لكم هذا مستخدم. الحلو بالموضوع انه محطين ستاند هذا اسم السيارة وموديلها وسعرها. وهذه المكلارن محجوزة الله يبارك الراعي. الجوست الابيض 2021 ماشي 4,850,000. الميباخ بلادنا رايك اكيد ما فيها كلام. الروز افخم وهذه بعد فخمة. بس هذه ملكة الفخامة بعد. هذه جديدة ما اللون العشبي ترى 1,550,000. لامبورغيني الأورس ما شاء الله تبارك الله 22,680,000. الداخلية بني صراحة إبداع إبداع. الصالة إبداع. شوف 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 الزاوية ما شاء الله تبارك الله. هنا الجي 63 2021 عشبي بعد. سعره بكم؟ 1,100,000. نكمل بعد هنا يا حبيب. هذا مستخدم و 2021 جي 63 سعره 990,000 ماشي 6,000. وهذا البنتلي البنتيجا شوفوا كم موديله مستخدم. هذا 2019 سعره 720,000. المايباخ 12 سلندر. هذه 8 سلندر وهذه 12 سلندر الداخلية جملي. جنوط المايباخ المعروفة الكلاسيك وهذه الجديدة. شوفنا بسعرها كم. هذه سعرها 1,550,022. والجوهرة يا الحبيب لون فضي. سعر يطول العمر والسلامة 795,000. ما شاء الله تبارك الله. خلونا نكمل من هنا على الجوهرة عشان ننزل على السيارات اللي هناك. عندهم البورش المكان أكثر من لون. الفيلر هنا عندنا الاس 500 راح يكون سعره 680,000. الداخلية بيج. وهذه بعد الجوهرة 690 اس 500. والأضخم الجيل اي اللون كحلي. هذا شكله مباع. تعالوا شوفوا الديفندر الكلاسيك القديم شوفوا كم سعره. بس هذا وقف تصنيعه من 2016 اللي نزل الاصدار الجديد الشكل الجديد. هذا 405,000 ماشي 19,000. خلونا نكمل هنا بعد الفولفو. صورت لكم من قبل. هذا ب 275,000 الفولفو اكس سي 90. هذا عندنا مرسيدس السي 200 لون فضي الجنطة الجديد. شكل كم سعره؟ سعره ب 330,000 الاربع سلندر. وهذه الاي اللي تجي اكبر من السي سعره بكم؟ هذه اي 200 اي ام جي سعره 345,000. وهذا الجوهر الاكبر طبعا والاكبر من هنا المايباخ. شوف السي والاي قريبات البعض كواجهه اماميه. خلونا نشوف بعد عندهم المزيونه كم سعرها. هذه هذه سي ال اي سي ال اي 250 سعرها ب 285,000. الداخلي لون بني. وهذه البي ام الفئه الخامسه. اذكر واحد من المتابعين كان يسال عن هالسياره ب 295,000.
داخلي لون جملي. وهنا عندنا بعد الفئة الرابعة اللي هي 430 على كت ام، سعره 360، داخلية باللون الأحمر ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما أقدر أفصل لك بكل شيء، باخذ لكم كل شيء بشكل سريع. برونكو شوفوا كم سعره، هذا باد لانس سعره 320. الوايد تراك جربناه لكم من قبل سعره 315. والباثرو الجديد هذا 8 سلندر ب 415. شوفوا ما شاء الله. هنا عندك البي ام الاكس 3 سعره ب 230، هذا 4 سلندر. وهذا بعد البي ام الاكس 3 شوفوا كم سعره، نفس الفئة. وهنا الاكس 4 الاكس درايف على كيت ام دفع رباعي 22 سعره 355. وهذا بورش مكان اللي شفناه قبل شوي سعره 395. كفئة هذول كلهم متقربات الفئة، المكان والاكس 4 تقريبا كلهم نفس الحجم. اللون رايك هذا النارد جراي. وهنا عندك واحد اسود سعره بكم؟ 385. وفيه الفيلر، فيلر كحلي فئة الار دايناميك اس سعره طول العمر 375. ما شاء الله تبارك صراحة الزوايا حقت الصالة روعة. عندهم الوحش الفراري ما شاء الله تبارك الله. هذا قسم السيارات اللي اقول لكم من كوبر اللي ورا فيه امريكي وفيه ياباني وفيه صيني، هذا يبي له تغطية ثانية ان شاء الله، راح اغطي لكم بالايام الجاية. بس تقريبا خلصنا، راح احط لكم ارقامهم وحساباتهم كلها تحت بالوصف. ما تنسون يا حبيبي مرشة عطر لايك على السريع. في امان الله وبحفظ الكريم.